أهلا بكم أعزائي من جديد. وصلنا إلى الفقرة التي نسلط فيها الضوء على قضايا تتعلق بالمواطن ومصلحة المواطن بالنهاية، لأنه في رؤية شعارنا هو منكم وإليكم، وانطلاقا من هذا الشعار نقوم بقناة رؤية بمتابعة شكاوى المواطنين. طبعا وردتنا شكاوى عديدة من الإخوة المشاهدين حول موضوع قضية تتعلق بنقابة المقاولين، حيث يشتكي مواطنون من أن تعليمات منح رخص البناء تشترط التعاقد مع مقاول مصنف، وهو ما يتم التلاعب به عن طريق تعاقد المقاول المصنف مع مقاول غير مصنف ومنحه العطاء مقابل مبلغ معين. طبعا هذا يؤدي إلى رفع الأسعار على المواطن بطرق التفافية، وبالنهاية على حساب المواطنين ومن جيبة المواطن. طبعا زميلنا أيمن الزامل متواجد حاليا في عمان، تحديدا في حي نزال إذا أنا مش غلطانة، صحيح؟ ليتابع الموضوع معنا، وأيضا للحديث حول هذا الموضوع والتعليق عليه معنا على الهاتف المهندس أحمد الطراونة نقيب المقاولين الأردنيين. أيمن بداية صباح الخير. صباح النور نسرين، وصباح الخير أيضا لكل متابعي برنامج دنيا الصحافة ولعطوفة نقيب المقاولين. نسرين، مثل ما تفضلت وذكرت يعني موضوع نقابة المقاولين وأيضا الشكاوى التي وردت إلينا في البرنامج حول أن هنالك يعني عدة تعليمات يعتبرها المواطنون أنها يعني تضيف على كاهلهم يعني مصاريف البناء وغيرها من الإجراءات التي تكون معقدة في الحصول على تراخيص البناء. معي هنا عدد من الأخوة المواطنين الذين يعني سيقدمون لنا صورة كاملة عن الموضوع اللي بيشتكوا عليه. صباح الخير أخ مالك هياجنا، يعني تحديدا وصلتنا منك ملاحظة حول موضوع نقابة المقاولين وعمليات الحصول على ترخيص، توضح لنا الآلية وبشكل مختصر ما هي المشكلة تحديدا؟ أستاذ الكريم، المشكلة كانت أنه قبل شهر أربعة، قبل بداية شهر أربعة، كنا نعرف انه نقابة المقاولين بتاخذ عن طريق المقاول اللي احنا بنجيبه بتاخذ دينار ونص، من دينار لدينار ونص على المتر المربع ضريبه او رسوم او شو هي، احنا مش عارفين بالضبط شو مقابل ايش. احنا ما بتعرفوا ايش اللي كانت دينار ونص؟ طب شو اللي صار بعد دينار ونص هيك؟ هلا قاعدين نسمع انه لما رحنا نوقع عقد مقاول جديد، نعم، صرنا نسمع انه ارتفع من صار من دينارين و80 لثلاث دنانير ونص المتر. نعم. السؤال اللي بنساله احنا، انا مقابل ايش بدفع الثمن هذا؟ تدفعهم لمين انت؟ لنقابة المقاولين؟ انا بدفعهم في نقابة المقاولين، بروح بدفع انا والمهندس بروح بدفع شيك مصدق لنقابة تحت اي بند تدفع هذول يعني مثلا 3.5 دنانير؟ مش عارفين مقابل ايش، ونقابة المقاولين شو بتقدم لي انا كصاحب مشروع عم ببني الي، ما عم ببني انا بناء تجاري، انا عم ببني بناء الي. طيب خلينا في البداية نتوقف عن نقطة يعني 3.5 دنانير، وانت بتحكي انه ما بتعرف ليش بتدفع 3.5 دنانير، ما في بند موجود مثلا في عقد معين ليش هي 3.5 دنانير، ونرجع للاستوديو ونسمع رد يعني من نقيب المقاولين على هذا الموضوع. نعم أيمن، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أحمد الطراوني نقيب المقاولين الأردنيين. مهندس أحمد صباح الخير. مهندس أحمد صباح الخير. الله يسعد صباحك مهندس أحمد. يعني المقاولين بشكل عام يعني يشتكون من غلاء الأسعار مقابل المتر البناء، يعني ماذا ماذا تقدم النقابة للمقاول؟ سيدي المتحدث ليس بمقاول وإنما مواطن. هو مواطن. نعم. مواطن سيد أحمد. مواطن. نعم. مواطن يبني إسكان. نعم. سيدي القانون، قانون البناء الوطني، نص واضح وصريح، ولا يجوز البناء إلا من خلال شركة مقاولات. وقانون نقابة المقاولين الصادر عام 1987، نعم، ولا يجوز البناء في أي موقع بالأردن إلا من خلال شركة مقاولات. الأخ العزيز اللي تحدث أنه بدفع دينار ودينار ونص وما بيعرف ليش، هو مش بدفع لنقابة المقاولين أكيد، يعني هو قام بدفع مصاري العمل عقد وهمي مع مقاول مقابل دينار أو دينار ونص، وهذا اللي نقابة المقاولين هي وأمانة العاصمة ونقابة المهندسين ووزارة الشؤون العامة والإسكان جاهدة على قطع دابر مثل هكذا عقود وهمية. طبعا الإخوان دوما يعني بتسألوا إنه شو ليش يعني غير مقاول يبني.
طيب احنا بالضبط بدنا نعمل توعيه حاليا عن قصه العقود الوهميه مهندس، فياريت توضح لنا الصوره، بنكون مشكورين جدا. سيدتي الفاضله، في بعض الاخوان من المستثمرين بقطاع الاسكان لا يرغبوا بالتنفيذ من خلال شركات مقاوله حقيقيه، وانما بعمل عقود وهميه معهم ودفع جزء بسيط من الرسوم اللي هي بيحكوا عنها دينار ودينار ونص و70 قرش. نعم، هي وهميا يعني لمقاول غير مصنع. لا يوجد مقاول عنده في البناء، هو بده يبني من خلال وافدين. هذا الحكي هذا التطاول على القانون، هذا يعني لانه الاخير اللي راح يدفع الثمن المواطن، لانه راح بعد فتره معينه ما راح يكون في الزام لاي واحد الا المقاول الحقيقي، لانه القانون ما بيلزم من ليس مقاول بالضمان العشري للبناء، وانما يلزم فقط المقاول. بالاضافه انه العقود يجب ان تكون بثلاث مواقع، يعني يجب ان يكون في مالك للبناء، مكتب هندسي مشرف على البناء، مقاول لتنفيذ البناء. نعم، حتى يكون العقد حقيقي وصح. طب مهندس، انتم كنقابه مقاولين هل تقومون بمراقبه هذه الظاهره وهذه الافعال بشكل عام والعقود؟ نعم سيدتي الفاضلة، وإحنا اجتمعنا عدة اجتماعات مع جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان ووضعنا آليات، وتجدد هاي الآليات كل شهر وشهرين، وإحنا عندنا لجان دورية تقوم بالتفتيش بالمشاركة مع أمانة العاصمة ونقابة المهندسين والدفاع المدني على البناء، لأنه إحنا الأردن لو سمحت سيدي الأردن قفز قفزات نوعية بالبناء، فما بيصير إنه إحنا كما كنا عام 1990 نبقى 2012. صحيح، الأردن صار تحفة حضارية، بناء يشاهد كل دول العالم، لا شك. لا يجوز التراجع. طيب خليك معنا مهندس أحمد طراوني، احنا بدنا نرجع للزميل أيمن الزامل في الميدان. تفضل أيمن، الكلمة لك. يعني علي، في النقطة اللي ذكرها الأخ مالك موضوع الثلاث دنانير ونص، يعني يمكن عطفت نقيب المقاولين ما جاوب على موضوع الثلاث دنانير ونص، يعني ذكرنا أنه دينار ونص بدفع هو المواطن، بيحكي ارتفع العدد أو السعر من دينار ونص لثلاث دنانير ونص، يعني ممكن يوضح لنا شو آلية رفع يعني هذا المبلغ على المتر من دينار ونص لثلاث دنانير ونص للدينار؟ نعم أيمن مهندس، سمعت السؤال حضرتك؟ سمعت ستي. تفضل. ما في ثلاث دنانير ونص، وما يتفضل الاخ العزيز يبني من خلال مقاول وبس باتفاق معه قديش باخذ المتر، ولا يدفع له لا ثلاث دنانير ونص ولا دينار ونص، هذول بدل عقود وهميه. الثلاث دنانير ونص والدينارين والدينارين ونص ما في منهم ببيت رقابه المقاولين، اذا عقدت اتفاق مع مقاول حقيقي ما في من هذول، زيرو. ما في زيرو الرسوم، صفر. إذا نوى أن يتعاقد مع مقاول حقيقي، وإنما إذا اتفق خارج أسوار النقابة مع أي مقاول تمام غير طبيعي وباعوا عقد وهمي، هذا ليس من مسؤوليات النقابة. تمام، وضحت الصورة. إذن أيمن، يعني هاي رسالة للمواطنين اللي عندك بأنه لازم يتوجهوا لمقاول مصنف في النقابة. نعم، يعني ذكر نقيب المقاولين انه ما في ثلاث دنانير ونص، هاي بتتم نتيجه عقد وهمي، وهي النقابه تقوم على محاربه هاي العقود الوهميه اللي بتقوم بين المقاول وبين ايضا اللي بيرغب في البناء. انت الاخ يعني مالك حكيت لنا الموضوع، خلينا نتاكد من المهندس محمد الكيلاني احد كمان المتضررين من هذا الموضوع. مهندس محمد صباح الخير. يا صباح النور، يعني الله يبارك. فعلا بتشعر انه ما في شيء اسمه ثلاث دنانير ونص بتدفعها انت عند نقابة المقاولين؟ انا بدفع ثلاث دنانير ونص للمقاول اللي بده يعطيني ختم المختار. هذا يعني عشان تاخذ ختم المختار، عشان تاخذ ترخيص، بس هو يعني هذا نتيجة اتفاق بينك وبينه وبين المقاول المصنف، لكن هذا المقاول المصنف ما راح يشتغل لي شيء حتى لو انه عقد حقيقي. طب هي النقابة بتطلب منك هذا الموضوع، انه وجود عقد بينك وبين مقاول لازم يكون مصنف؟ اي نعم، الاماني لما جيت ارخص بيتي، يعني بيت الي شخصي لخص
نفسي انا ما فيش الا غيري، شايف كيف؟ الاماني وجهتني اني اجيب عقد من مقاول مصنف. طيب خلينا نتوقف يعني نقطه هذا المقاول المصنف. طب النقابه بتحكي لك هي ما طالبه هذا الحكي، ما طالبه هذا الموضوع، ما غير صحيح انه يكون هناك عقد بينك وبين مقاول وهمي، انت لازم تعمل بينك وبين عقد مصنف، يعني مقاول مصنف لتنفيذ المشروع، لتنفيذ البناء، وليس للحصول على فقط يعني ختم اللي هو يؤهلك للحصول على اخر نقطه. ايمن اذا سمحت، كل المقاولين بعرف انه كل المقاولين في الاردن او حتى في العالم انه لما النقيب المقاول المصنف بده يشتغل ما بيشتغل هو بنفسه او بعماله او بمواده ومعداته. نعم. راح يجيب المقاول المصنف اللي راح اجيبه انا. شكرا لك ايمن. هذا وصلنا اكيد الموضوع بحاجه لمتابعه، بس اسمحوا لي ناخذ اسمحوا لي ناخذ راي مكتب استشاري هندسي في الموضوع في اقل من 30 ثانيه اذا في مجال. مخرجنا تفضل. تفضل ايمن. نعم المهندس جمال ابو زيد، يعني انت مكتب استشاري هندسي، هل فعلا بتلاحظ انه في هناك عقود تسمى عقود وهميه وهذه يعني غير مطلوبه وغير منصوص عليها في القانون وهي اجراءات خاطئه من المواطنين؟ طيب الله يسعد صباحك اولا. اسمع عجاله معنا نص دقيقه. طيب المشكله اللي عملت لنا اياها نقابه المقاولين. نعم. الفعليه. نعم. انه اي مقاول مصنف ممكن يشتغل معك بضعف السعر المقاول العادي، فهذا الحكي بيسبب على كاهل المواطن الأردني عجز، مش عجز، عجز هائل، فما بقدر إنه يجيب لك مقاول مصنف يشتغل. المقاول العادي بيشتغل بعشرين 25، المصنف 35 و40. يعني هناك مشكلة، بنلاحظ إنه في هناك معضلة أو مشكلة بين نقابة المقاولين والأمانة والمهندسين. بكل تأكيد اسمحوا لي راح نتابع الموضوع، لكن الوقت دهمنا. بوعدكم إنه راح نتابع الموضوع بشكل أكبر وبشكل موسع بكل تأكيد، لأنه في هناك عدة نقاط من الخلل والضعف في عملية الحصول على ترخيص بكل تأكيد نتيجة كلامكم يعني، وراح نتابعها احنا بكل تأكيد. ولكم بالاستوديو زملائي. شكرا جزيلا للزميل أيمن الزامل في الميدان، وشكر بالتأكيد لفريق النقل أيضا إياد صوفان، وبالتأكيد شكرا للمهندس أحمد الطراوني نقيب المقاولين الأردنيين على توضيح الموضوع.